سعيدة اليوم بتواجدي معاكم في معرض غوادالاهارا للكتاب، واليوم راح نتكلم عن قصة كتبتها اسمها العاصمة العالمية للكتاب. فكرة الكتاب بدأت عشان الشارجة طبعاً تم تتويجها عاصمة العالمية للكتاب في عام 2019، وحبيت يعني يكون عندنا قصة تتكلم عن تجربة الشارجة بس بعد عن تجربة المدن الثانية اللي مرت في نفس المرحلة واللي اختاروها لتكون عاصمة عالمية للكتاب.